بنت من مصر بحبه قوي، قريب لقلبي جدا جدا. مسلسل حضرة المتهم أبي بحبه جدا. في مسلسل عملته أول ما طلعت خالص اسمه عفاريت السيالة، بحبه قوي قوي. بحب فنانة عبلة كامل جدا. أنا اشتغلت مع مخرجين كبار على فكرة مهمين قوي، يعني عندي حظ حلو قوي ان انا قابلت استاذ اسماعيل عبد الحافظ، اشتغلت مع استاذ اسامه انور عكاشه، اشتغلت مع ناس مهمه قوي على فكره. لما بقعد افكر كده بقول انا محظوظه. اشتغلت مع استاذ نور الشريف، اشتغلت مع استاذ احمد زكي، اشتغلت مع مدام رباب حسين في الدراما، واستاذ داود عبد السيد في السينما، اشتغلت مع ناس مهمين قوي الحمد لله. لا مش موضوع مسؤوليه، لا مش موضوع مسؤوليه عليا في اختياراتي، الموضوع انه انت فنيا انت تربيتي كويس فنيا، بقى عندك الاسس اللي هم زرعوها فيكي او اللي انت زرعتيها في نفسك بناء على ان انت قعدتي مع الناس دي وشفتيها. مش لازم حد يقول لك، انت بتتعلمي، انت طول ما انت ماشيه بتتعلمي وبتشوفي وبتعملي. انا ما بغلطش غلطه مرتين، هي غلطه مره وبتعلم كتير طول الوقت. عندي مسلسل بقاله سنتين ما عملتوش، وكنا بنين ديكوراته، هو عن فيلم عن روايه الصعود للهويه. المسلسل ده خلاص كنا داخلينه بس الحقيقه ما خدناش الموافقه الرقابيه. اتمنى من الدوله انها تسمح لي ان انا اعمل المسلسل ده، اتمنى. لا هو ليه كذا، يعني ليه كذا موافقه لازم تتاخد، فاتمنى ان هم يسمحوا لنا بيها ان شاء الله.